السلام عليكم. الكونفدرالية من جديد، حديث في الكواليس وفي الأروقة المغلقة. عمان، تل أبيب، رام الله، خطوط مفتوحة، هكذا يقال. ويقال إن أشواطا قطعت وأوراقا أنجزت ولقاءات عقدت، ولكن في جانب آخر يقال هذا حديث خرافة، ما من شيء على الطاولة أو تحتها، وما يقال في واشنطن أو تل أبيب يخص القائلين. ولكن مرة ثانية، كيف يدور الجدل في الأردن حول الكونفدرالية أو أخواتها، وماذا يجري في البيت الأردني؟ الكونفدرالية بين الأردن والضفة الغربية والكيان الإسرائيلي عنوان حلقة اليوم من تحت الرماد. ضيوفنا الناشط السياسي الأردني رسمي الجابري والكاتب السياسي الأردني حازم المبيضين، على أن ينضم إلينا عبر الهاتف في وقت لاحق الكاتب والناشط السياسي موفق محاديم. البداية كالعادة مع التقرير التالي. تداولت وسائل الإعلام العربية والدولية في أواخر كانون الثاني ديسمبر الماضي معلومات أفادت عن مقترحات أمريكية يتم النقاش حولها خلف الكواليس، وتتعلق بإعادة إحياء مشروع الكونفدرالية بين الأردن والضفة الغربية والكيان الإسرائيلي. وبحسب المعلومات التي شاعت بعد ذلك، فإن خلفية إعادة إحياء هذا المشروع تنطلق من قناعات الأطراف الدولية بعدم التفاؤل بالوصول إلى حل على المسار التفاوضي الفلسطيني وتطبيق ما يعرف بحل الدولتين. وتتضمن مسودة المشروع أفكارا جديدة تماما حول ما يسمى حلا جذريا ونهائيا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مستوى مشروع إقليمي جديد يطرح لأول مرة بصورة تفصيلية، وهو يتعلق بمشروع جديد لحل الصراع يحمل اسم كونفدرالية الأراضي المقدسة، ويتحدث عن إقامة علاقة اتحادية كونفدرالية بين ثلاث دول في المنطقة، هي المملكة الأردنية الهاشمية والكيان الإسرائيلي والدولة الفلسطينية في حال قيامها. وتقول صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن أن هذه المسودة وزعت على نطاق ضيق تماما على شخصيات سياسية مستقلة ومعتدلة من حيث المزاج السياسي، وصديقة أو يمكن أن تكون صديقة لعملية السلام، وهي شخصيات فلسطينية وأردنية وإسرائيلية وكذلك لبنانية ومصرية في نطاق أضيق. وتنص التفاصيل على أن الحدود في الدولة الثلاثية الجديدة ستكون مفتوحة تماما بين الأطراف الثلاثة، مع الاحتفاظ بالسيادة الداخلية عند كل طرف على أن يصبح الاقتصاد كليا وثلاثيا وكذلك السياحة والأمن. والمثير أن المقترحات عرضت على شخصيات التي سئلت مع هوامش محددة، من بينها القول بأن هذا المشروع هو الوحيد المنطقي الذي يمكن أن يحقق التنمية في المنطقة وينهي الصراع ويحل مشكلة القدس، والأهم القول بأن هذا الإطار هو وحده الذي يمكن أن يتكفل بتحقيق أمن الكيان الإسرائيلي وحتى يهودية كيانها، كما نقل عن المسؤول الأمريكي. سيد الجابري، أهلا وسهلا بك. يعني حديث الكونفدرالية يخبو يستيقظ، يعني أحيانا يتوارى عن الأنظار ثم يتقدم إلى الواجهة من جديد، ولكن منذ بداية العام الحالي يعني ارتفعت وتيرة الحديث عن هذا المشروع. ماذا يجري بالضبط؟ هو ما يجري في الحقيقة اشتداد حدة الأزمة التي تواجهها مشروع التسوية في المنطقة. نعم. من المعروف مع مجيء كتلة اليمين الصهيوني برئاسة نتنياهو للحكم انهارت كافة الجهود، بل الأوهام اللي جرت أوهام التسوية اللي جرت ترويجها عم تداد يعني 40 عام تقريبا حول فكرة حل الدولتين. المشروع الأمريكي أيضا هو يعيش حالة من الأزمة في المنطقة، ومن الواضح أنه التطور اللي جرى على مستوى الكيان يعني خلق تعارض. نعم. يسعى الأمريكي
لمحاولة استيعابه والحيلولة دون حالة فراغ، وفي ذات الوقت تهيئة الأجواء. الحيلولة دون حالة فراغ من خلال يعني إعادة ضخ بهذا المشروع بلا شك الكونفدرالية. بلا شك التسليم بانهيار فكرة حل الدولتين يعني كارثة، كل ما راكمت السياسة الأمريكية على مستوى الإقليم وتهيئة مختلف أطراف المنخرطة في الصراع من ذلك الناس. نعم. وهذا الأهم. الآن يجري الحديث على سبيل المثال عن كونفدرالية الأراضي المقدسة. طيب مثل هذه الكونفدرالية أو ما يسمى كونفدرالية الأراضي المقدسة، يعني على ما يبدو أنه عقدت مجموعة كبيرة من اللقاءات مع مسؤولين عرب، مع مستشارين، مع سياسيين، لا ندري إلى أي مدى أو إلى أي اتجاه يمكن أن تذهب أو أن يذهب هذا المشروع. خلينا نسلم بداية أنه ليس هناك من مشكل حقيقي لدى الأطراف العربية في الاستجابة لأي مسعى أمريكي طرح على حتى الآن. الأطراف العربية بالعادة كلما في موافقة من حيث المبدأ بلا شك، بل أكثر من ذلك، هي يعني معاهدة وادي عربة واتفاق أوسلو، أو حتى الآن هو إذا جرى تحقيق الكثير ومراكمة الكثير من عناصر هذا المشروع لجهة تفكيك كلا الطرفين، سلطة رام الله تعيش حالة من الانهيار في واقع الحال، هي استحالت إلى جهاز الطرف أمني. الثاني الذي يتم تفكيكه هي بلا شك الدولة الأردنية. طيب سيد حازم المبيضي، يعني أبدأ معك من حيث انتهى السيد الجابري. يبدو بأن المشروع وفق قوله يجري على قدم وساق، ولكن على قاعدة تفكيك السلطة الفلسطينية وتفكيك الدولة الأردنية، يعني كأن الأمور لا عوائق ولا عقد أمامها. يعني بداية دعني أقول أنه الاعتماد على ما يبدو وما يقال يعني هو اعتماد على شيء مجهول. المعلوم والواقع أن الأردن رفض طروحات الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية باعتبار أن ذلك هو مؤامرة على القضية الفلسطينية، والأردن ليس مستعدا للانخراط فيها، وليس مستعدا لاستبدال الدبابة الإسرائيلية بدبابة أردنية. بس هذا رفض مؤقت. هذا الأمر لو سمحت لي حتى التصويت، بس رفض مؤقت وليس رفض كلي، رفض مؤقت. نعم طبعا أنا أقول أن الرفض هو في المرحلة الحالية، أي مرحلة أن الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت تحت الاحتلال. نعم. الأردنيون وحدويون بطبيعتهم، والدولة الأردنية دولة وحدوية، وليس هناك أي مانع من العودة إلى وحدة بين ضفتي نهر الأردن بعد قيام الدولة الفلسطينية وبرضا شعبي البلدين. هذا واقع لا نقاش فيه. أما يعني لا مشكلة مع الكونفدرالية، لا مشكلة مع الكونفدرالية بعد قيام الدولة الفلسطينية ولو لساعتين. المشكلة الآن ولو لساعة. نعم. ولو لساعة كمان. نعم. يعني ما الوقت، يعني إذا بدنا نتفاوض عليه بجوز دقيقتين بكفي. نعم. فالقضية مش هيك يعني. القضية أنه بعد قيام الدولة الفلسطينية يتم الاتفاق بين شعبي البلدين على شكل من أشكال الوحدة